سيدات القضاة، سادة القضاة، سادة المحامين، سادة الحضور، نحن أمام مرحلة غير مسبوقة تمر بها الجزائر، يكتب فيها التاريخ وتصنع فيها الأحداث وتسجل فيها المواقف. مرحلة متميزة لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، والوضع الخاص يجبرنا أن نكون في طليعة المدافعين، في طليعة المدافعين عن هذا الوطن الذي ليس لنا غير. وقد كنا كذلك خلال نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر، وقد كنا كذلك خلال المحطات التي مر بها الحراك الاجتماعي، فنحن من الأوائل والوحيدين من الإطارات السامية للدولة الذين رفضنا الإشراف عن انتخابات العهدة الخامسة، ونحن الوحيدين الذين طالبوا باستقالة رئيس الجمهورية بموقف، وقد استجاب بموقف قد يحسب. قد سجلنا مواقفنا أثناء مختلف الحراك، ولا يزايد علينا أحد في ذلك. إن مواقفنا نسجت بخيوط من ذهب سيكتبها التاريخ ولا شك فيه. إن مواقفنا نسجت بخيوط من ذهب سيكتبها التاريخ ولا شك في ذلك، وستتناقلها الأجيال تباعا. ولا زلنا مؤيدين وداعمين ومشاركين ومثمنين للحراك الشعبي مهما كانت الصعوبات والعرق، لأننا أردنا ذلك ولا يثنينا عنه أحد. زملائي العشاء، إن عزيمتنا في مطالبة بالتغيير لا تكل ولا تتراجع ولا تستكين مهما كانت الأجواء والأنواء، لأننا دعاة. إن عزيمتنا لا تكل ولا تتراجع ولا تستكين مهما كانت الأجواء والأنواء، لأننا دعاة حق. إن مطالبتنا باستقلال القضاء لا يمكن أن نتخلى عنها مهما كلفنا الثمن. إن مطالبتنا باستقلال القضاء لا يمكن أن نتخلى عنها مهما كان الثمن، فهي أملنا الذي لا يمكن أن نحيا إلا به. أيها الأخوة الأفاضل، زملائي الأعزاء، سادة المحامين، إن وقفتنا اليوم هي عنوان لوحدتنا وتماسكنا، وهي تجديد لمطالبنا التي ما فتئنا ندافع عنها ونصدع بها. من المطالب التي نراها أكثر إلحاحا في واقع الجزائر حاليا مطلب محاربة الفساد المتمثل في سوء استغلال السلطة المؤتمنة من أجل مصالح خاصة. من المطالب التي نراها أكثر إلحاحاً